بالفترة الأخيرة سمعنا عن انتقادات كتيرة توجهت للإعلامية المصرية ياسمين عز، وهلأ صار الوقت لنشوف شو ردها بعد تحويلها للتحقيق والضجة الإعلامية يلي صارت. فكان تعليقها: الرجالة غلابة قوي وبينضحك عليهم بكلمة. وخبرنا الثاني بيخص الناقد المصري طارق الشناوي يلي شن هجوم على نقيب المهن الموسيقية بمصر الفنان مصطفى كامل، وطلب بإحالته للتحقيق على خلفية تصريحاته الأخيرة يلي تضمنت إهانة لأعضاء النقابة على حد قوله. وكتب الشناوي عبر حسابه على فيسبوك: نقيب الفنانين مصطفى كامل يهين أعضاء النقابة الذين وضعوه على الكرسي عندما يقول إن أكثر من نصف أعضاء النقابة لو تم تحليل دماؤهم لاكتشفنا أنهم مدمنو مخدرات.